احنا كطاقم شؤون المرأة بنقوم في عرض نتائج استطلاع قام بها الشباب حول رأيهم في المشاركة السياسية للمرأة وللشباب في منطقة الشواكي. هذا الاستطلاع كان هو بيركز على انه ارائهم حول المرأة في صنع القرار في مجالس البلدي مجلس البلدي في المجلس المحلي في مجالس الطلبة في رئاسة الدولة في الأحزاب السياسية كلها. اللي لاحظنا من نتائج الاستطلاع انه في الموضوع انه هناك كثير من الشباب لا يمتلك الموقف وهو محايد في آرائه، وبالتالي هاي النسبة بعتبرها أنها نسبة خطرة ونسبة نفس الوقت يجب أنه يكون هناك في تدخل من المؤسسات النسوية والأحزاب السياسية وكل من يعمل مع الشباب تجاه تمكين الشباب ليمتلكوا المواقف تجاه قضاياهم السياسية والاجتماعية بشكل أساسي. نتائج عندنا كان ما بين المؤيد جدا ومعارض جدا، وعندنا النسبة أكبر محايد. هون في عنا طبعا مشكلة إنه إحنا نتمنى توصيات من الأحزاب السياسية مؤسسات المجتمع المدني، نتمنى من مجالس الطلب إنهم يأخذوا بتوصيات اللي راح نخرج فيها من هاي الورشة للطلاب والطالبات حتى يكون في لهم مشاركة أكثر في الأحزاب السياسية.